بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کوئی شخص قرض ادا نہ کر رہا ہو جان بوجھ کر یا کسی سے پیسے لینے ہوں اور وہ جان بوجھ کر نہ دے رہا ہو تو ہر نماز کے بعد اول آخر تین بار درود شریف پڑھیں، ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کو ہدیہ کر دیں، انشاءاللہ جلد وہ پیسے لوٹا دے گا، بشرطے کہ اس کے پاس لوٹانے کی طاقت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسے تین مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورة فاتحة پڑھیں ایک مرتبہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے بعد سورة اخلاص تین مرتبہ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.